إنه كل أم وأب يسعوا دائما لراحة وصحة أولادهم، لكن أحيانا الحلول السريعة اللي زي الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية تكون سلاح ذو حدين، فصار الكثير من الأهالي يلجأوا لمثل هذه الأدوية بمجرد ما يشوفوا أعراض بسيطة على أطفالهم، وبالتالي السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلا هذا الحل هو الأفضل دائما؟ وهل الإفراط في استخدام المضادات الحيوية ممكن يسبب مشاكل صحية للأطفال وعلى المدى الطويل؟ عشان نعرف الجواب ونتعمق أكثر في هذا الموضوع، خلونا نرحب بالدكتورة هدى شقفة. يا أهلا وسهلا فيك يا دكتورة. مرحبا. ويا هلا فيك. من جد هذا الموضوع يمكن شائع وكثير بين الأهالي، وخاصة أنه صار في أبيوز للموضوع، يعني صار في أنه زي ما يقولوا أكثر، يعني صار يستسهلوا الناس أنه تستخدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. فخلينا أول شيء نتكلم دكتورة عن المضادات الحيوية وليش هي مهمة كعلاج، وهل هي نحتاجها دائما؟ الحقيقة المضادات الحيوية أول ما اكتشفت كان البنسلين، وهي هالحكي بالقرن الماضي بالعشرينات تقريبا من القرن الماضي، وكان إعجاز علمي قوي وما زال. يعني الحقيقة في عنا مراحل معينة من المرض لابد من المضاد الحيوي، أي. ولا ما بيمشي الحال. يعني بعد ما اخترعت أو اكتشفت ونعمل أبديت للمضادات الحيوية، قلت عدد الوفيات، قلت عدد المضاعفات الأمراض، قلت كذا كذا كذا. ولكن اللي صاير عنا هلأ أنه أول ما حدا يبلش يعطس بدي مضاد. طيب مو كل شيء بده مضاد. المضاد هو، حتى تعرفي شو هو تعريفه، هو قاتل أو شيء بيشل البكتيريا. أي. طيب هو لأمتى بده يضل عم يشتغل على البكتيريا لحالها، وقديش عم يشتغل على الجسم لحتى يوصل لمرحلة أنه يقتل البكتيريا. مكي. وبالتالي هو شيء جيد جدا، ولكنه بالكفة الثانية سيء جدا. إيش مضاعفاته ممكن تكون المضادات الحيوية؟ يعني إحنا مثلا أطفالنا خاصة في السن الصغير دكتورة بيمرضوا كثير، كان من النيرسري أو من البارك أو من الأماكن اللي هي يلعبوا فيها. أول شيء بدنا نقول الطفل لازم يمرض. يعني الطفل بينولد من بطن أمه نظيف، أي. مع الولادة والرضاعة الطبيعية بيبدأ يكون البكتيريا النافعة الحقيقية تبعيد جسمه. ولكن كمناعة أساسية من عمر الصفر وتبدأ تتكون 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 وتقوى للخمس سنين. فإذا ما مرض الطفل ما بيكون مناعة. يعني المناعة هي عبارة عن جهاز بالجسم مخلوق من 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 كذا شغلة لحتى يكون جهاز مناعي، ولكن يحتاج إلى تحفيز. يعني أنا إذا الطفل حطيته بحاضنة ما أنا متعرض ولا لأي شيء، طلعيه منها حيمرض ويموت. وبالتالي لازم أنا بهيئ الطفل شوي شوي لحتى يدخل على المجتمع ويدخل على الدنيا وعنده مناعة. وهي سبحان الله، مشان هيك بتلاقي من قلن دائما للطفل عايشوا حياة طبيعية، أي. حتى يبني مناعته الذاتية ويقل مرضه. ولكن تقلي تجي يجيني مثلا ولد عمره سنتين ثلاثة تقلي أمه عمره ما ارتفعت حرارته، في مشكلة مع تجهازه المناعي في خلل. بس يمكن هذا أنه نحسبه شيء كويس أنه هو ما بيمرض. لا، لازم يمرض، ولكن لازم يمرض الشغلات المعروفة العادية اللي هي ما بتدخل لمضاعفات. مثل إيش؟ يعني شوية إسهال، على شوية زكام، على التهاب خفيف بالحلق، الحرارة مثلا. الحرارة، كل فيروس أو بكتيريا بيدخل على الجسم ممكن يعمل حرارة، لأنه الحرارة هي شيء فيسيولوجي بالجسم لحتى يدافع عن الجسم. بمعنى أنه الفيروسات والبكتيريا لما بتفوت على الجسم بدأ شيء قاومة، فجزء من المناعة أن ترتفع الحرارة. لأنه في شيء مثل ما لما منغلي الحليب شو بنعمل؟ منعرضه لحرارة. ليش؟ حتى نقتل البكتيريا اللي فيه. صحيح. وبالتالي الحرارة هي شيء دفاعي، يعني سبحان الله. هي إشارة مرضية. أيوه. فنقدر نقول إنه في مضادات حيوية أوريدي في الجسم الإنسان، إجباري. يعني إجباري. سبحان الله، الله خلق الإنسان عنده الاستشفاء الذاتي. أيوه. لمعظم الأمراض. بشرط رقم واحد مناعة جيدة، غذاء جيد، فيتامينات جيدة بالجسم، ونفسية جيدة. كيف نقدر نقوي مناعة الطفل دكتور على أساس ما نوصل لمرحلة نحتاج مضادات حيوية؟ أولاً الحياة الطبيعية، بمعنى أنه ما تحطي لابنك بقمقم، عرضي مو أنه طعمي جراثيم، لا، ولكن ما تقلقي إذا توسخت إيده شوي. في ناس بتضل عم تبخ ابنها، صح، بتضل عم بتعقمه. خليه يلعب بالحديقة، خليه يلعب بالرمل، خليه يلعب على البحر. يأكل رمل عادي يعني دكتورة؟ لا، هو ما حياكله. لو الطفل طبيعي ما عنده نقص حديد ما حياكل رمل، حيجرب بس ما حياكله. سبحان الله، كل شيء طبيعي بضله طبيعي بالحد الطبيعي. ولكن لما بتعرضي لها الأشياء هاي، نحن عندنا أكبر
جهاز بالجسم هو الجلد، فالطفل مجرد لمس الأشياء، نحن ما عم نقول لعبوه بالقاذورات لا، ولكن بالطبيعة ترمل وطين وشجر وحيوانات أليفة وكذا، هي بتكون بكتيريا نافعة من على الجلد. وكل شيء سبحان الله بيتكون لجوه وبينفذ كل شيء لشيء لشيء. ولكن الأم اللي كل شوي عم بتعقم لي إيدين ابنها ما بتطعميه إلا شيء سوبر مغلف سوبر، بده يكون الإنسان منطقي يختلط. والخوف الزائد المشكلة دكتورة، نعم. هو اللي حيؤذي بالضبط الطفل. طب مثل الحالات اللي ضروري أنه الطفل يأخذ أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية، لما الطبيب يأكد، طبعاً عم أقول الطبيب الجيد لأنه لما زال للأسف في بعض الأطباء بتقولك بدي ريح الأم خليها تأخذ مضاد وتريحني، يعني في ناس عايشين عندهم الأنتيبيوتك موجود في الثلاجة أصلاً دائماً، يعني زي الحليب زي الجبن زي نعم كل. للأسف إيه، وللأسف حتى نحن كدكاترة في بعض أمهات بتضغط علينا بدها تبدأ المضاد الحيوي، وإن ما كتبت لها إياه بتروح بتدبره من محل تاني. هلأ عنا قانون الحمد لله بدولة الإمارات إنه ممنوع يوصف مضاد حيوي بدون وصفة، وبتمنى إنه يكون كل الصيادلة ملتزمين بهالموضوع هذا. والله ممتاز، لأنه وقتها ما حتقدر الأم تدبر حالة بمضاد حيوي إلا عن طريق الطبيب، والطبيب الضميره صاحي حيقلك أنا طفل وإنسان كبير وأي حدا ما أنا بحاجة للمضاد الحيوي ما حأكتبه. يعني هلأ مضادات الحيوية ضرورية حتى أيام ببعض حالات الزكام، ولكن إمتى بوصل لمرحلة أنها تكون ضرورية؟ لما بوصل لمرحلة ضرورية بكتبها، أما طول ما الطفل عم يقدر يقاوم الحمد لله مناعته جيدة، والمسحات السريعة صارت عندنا مسحات سريعة خلال 10 دقائق بتقلي عنده بكتيريا ولا لا. إذا ما عنده بكتيريا ما يفترض نهائيا أنه ينكتب. خلينا نقول أن المضادات الحيوية هي من تشخيص الدكتور فقط، مش تشخيص أي أم. تماماً. والأمهات اللي بيستخدموا مضادات كثيرة، إيش حيصير في مناعة الطفل هذا لما يكبر؟ الحقيقة رح نحكي شوي عن المضادات الحيوية وآثارها الجانبية أو شو بتقدر تعمل، خلينا نقول غير الأبحاث الجديدة اللي هلأ عم تطلع اللي هي بتخوف الحقيقة. أول شغلة نحن بنعرف أن الطفل أول أيام مع المرض ما بيأكل وما بيشرب، صح؟ فهيك نحن مناعته قلت، لأنه المناعة تعتمد على الغذاء والرياضة مثل ما حكينا وعلى كتير أمور. فأنت عم تعطيه مضاد حيوي، في شيء اسمه البكتيريا النافعة داخل الأمعاء كلياتها. كتير بتلاحظي أنه الأطفال أو الكبار أخذ مضاد حيوي مع تجاهي بعد شوية إسهال، ليش؟ لأنه ما عاد فيه شيء عم يدافع بالأمعاء. هي أول نقطة، أول ما أخذ المضاد الحيوي عرضتي البكتيريا النافعة اللي بأمعائه أنها تروح. طيب راحت البكتيريا النافعة عرضتي للإسهال، بعدها في كتير أطفال منهم بيدخلوا بمراحل أقوى اللي هي سوء الامتصاص، بالذات الناس اللي بتكرر عندها المضادات الحيوية، وبالتالي عم ندخل من مرحلة طفل طبيعي عم يتغذى طبيعي عم ينمو طبيعي لمرحلة أنه أنا بدي عالج لا يقدر يمتص اللقمة اللي عم يأكلها، يا الله. وبالتالي دخلته بفقر دم، دخلته بسوء امتصاص، دخلته بنقص فيتامينات. حتى في عندنا بعض الحالات اللي هي من حالات صعوبة التعليم أو خلينا نسميها طيف التوحد، لما عم نجي ناخذ التاريخ المرضي الطفل اندبح مضادات حيويه بالطفوله المبكره. وبالتالي لانه البكتيريا النافعه هلا اثبت على انها سبحان الله هي كل شيء للانسان. يعني هي التركيز العقلي، هي المرضي، هي كذا. الابحاث الجديده بالمضادات الحيويه بتقول لك بتدخل الانسان على كبر بسكري، يا الله، بتدخل لانه عم ترهق البنكرياس. والله هذا موضوع جدا مهم، انا اشكرك فعلا دكتوره انك سلطت الضوء عليه، وانا اتمنى من جد الكل انه يلتزم بكلام الدكتوره انه يروح بس من تشخيص دكتور، لانه يعني حتى الحساسيه كثرانه واشياء مره كثيره. ففعلا شكرا للدكتوره، واكيد